ناس كتيرة جدا بتثق في اراء الناس قبل ما تشتري اي حاجة اي منتج او تستخدم اي خدمة معينة، بتحب قوي تدخل على حاجة اسمها الكاستمر ريفيو وهي نشوف اراء الناس اللي اشترت المنتج ده او استخدمت الخدمة دي. عملت ما يعرف برضو على اليوتيوب بالكومنتس ريفيو، يعني قعدت كده رجعت شوية الكومنتس اللي كاتبينها المشاهدين على بعض الفيديوهات ولقيت 2 كومنتس مكتوبين على فيديو جايب مشاهدة بالملايين. توقفوا الشاشة وتقروا الكومنتس دي وقولوا لي رأيكم. وده اللي بيخلينا قبل ما ننزل اي معلومه على اليوتيوب نتحرى الدقه في المعلومه اللي احنا بنقدمها، ان احنا بنكون بنقدم معلومه صح. ناس كتير بقت بتكسب من وراه فلوس. طيب الفيديو بتاعي بتاع النهارده انا بتكلم عن ازاله الرؤوس السوداء بالمعجون. الاثنين كومنتس دول بيقولوا ان هم استخدموا معجون للاسنان في ازاله الرؤوس السوداء وحصل ما لا يحمد عقباه، حصل ان حصل لهم التهاب شديد جدا بسبب ان معجون الاسنان، وحصل ان الالتهاب ده تحول الى احمرار شديد، الاحمرار ده تحول الى ان المنطقه دي اسودت خالص وبقت سودة، بيحصل افراز للميلانين وبالتالي بيحصل تصبغات في البشره، وده اللي حصل معاهم. الاثنين كومنتس اللي مكتوبين على الفيديو اللي جايب ملايين حول ازاله الرؤوس السوداء بمعجون الاسنان. موضوع النهارده هيكون عن الرؤوس السوداء وكيفيه ازالتها وكيفيه التعامل معاها. تعالوا بينا نشوف. طيب انا عايزه برضو افهمكم ايه اللي حصل معهم بالظبط. زي ما احنا عارفين ان معجون الاسنان بيتكون من ايه، معجون الاسنان بيتكون من سوربيتول، بيتكون من الكحول، بيتكون من صوديوم لاوريل سلفيت، بيتكون من صوديوم بيكربونات. المواد دي كلها موجوده في المعجون بتركيزات كبيره جدا، فلما تيجي تحطيها على البشره خصوصا بقى لو البشره جافه او حساسه بيقلب بالتهاب شديد، والالتهاب ده بيقلب باسمرار وتصبغات. فاحنا هنا عشان نحل مشكله الرؤوس السوداء جبنا مشكله ثانيه وهي مشكله التهابات شديده في البشره وتصبغات. ممنوع منعا باتا استخدام المعجون. ليه؟ لان المعجون ده زي ما قلت لكم المواد اللي موجوده فيه كلها مواد تركيزاتها شديده جدا. المواد دي بنستخدمها عشان نغسل بيها اسناننا، طبعا مش معقوله التركيزات اللي موجوده عشان نغسل بيها اسناننا هتكون زي التركيزات اللي بنستخدمها على بشرتنا. اكيد الغسولات بتاعتنا بتحتوي على المواد دي، بس بتحتوي على المواد دي بنسب بسيطه جدا، يعني البشره مختلطه ليها الغسول بتاعها، البشره الدهنيه ليها الغسول، البشره الحساسه ليها الغسول بتاعها. ما ينفعش اجيب اي حاجه كده واروح احطها على بشرتي واقول دي هتزيل الرؤوس السوداء. طيب اول سؤال عايزين نعرف ايه هي الرؤوس السوداء وهل هي الطبيعي ان هي تكون موجوده؟ الاجابه على السؤال ده طبعا الرؤوس السوداء دي شيء طبيعي موجود عندنا كلنا، بس اكتر بشره بتعاني من الرؤوس السوداء اللي هم اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا كلنا عندنا المسام بتاعتنا موجوده على البشره دي. المسام دي وظيفتها ايه؟ ايه اللي بتخلي البشره تتنفس؟ وبتفرز طبعا عن طريقها الدهون اللي بترطب البشره وتخلي فيه الاستستي في البشرة او تخلي فيه مرونة في البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد. لكن الدهون دي لو زادت عن الحد الطبيعي بتسد المسام الموجودة على سطح البشرة وبالتالي تتراكم كلها فوق بعضيها مع تكون طبقات جلد جديدة مع الدهون، بيحصلها اكسيديشن بواسطة الاكسجين اللي موجود في الجو وبالتالي بتكون عندي الرؤوس السوداء دي. ايه كمان ممكن يؤدي لظهور الرؤوس السوداء؟ ظهور الرؤوس السوداء ممكن يكون كمان بسبب اختلال الهرمونات، ودي بتحصل اكتر اثناء البلوغ. اثناء البلوغ بنلاقي ان حصل لسه الهرمونات بتتكون، حصل اختلاف في الهرمونات، بتبتدي الافرازات الدهنيه تكتر على سطح البشره. لو ما اتنضفتش كويس وما عملناش الروتين الصحيح لعنايه بشرتنا هتبتدي المسام دي تسد، بيحصل لها طبعا بكتيريا تيجي تتغذى على الدهون دي ويحصل عندنا اكني او ما يعرف بيه حب الشباب. كمان ممكن تحصل من ايه الرؤوس السوداء؟ الرؤوس السوداء ممكن تحصل من البنات اللي بتحط ميك اب وكمان ما بتروحش تزيل الميك اب بغسول المخصص لبشرتها او بمزيل ميك اب مخصص لبشرتها او بتنام بالميك اب، ده كله بقايا الميك اب دي بتفضل في المسام بتسد وبتؤدي لظهور الرؤوس السوداء. هل الرؤوس السوداء بترجع تاني؟ هي الرؤوس السوداء اصلا مش بتتعالج نهائي عشان ترجع تاني، هي الرؤوس السوداء عمليه طبيعيه الجسم بيقوم بيها. زي ما انا قلت لكم ان الدهون بتفرز من البشره بتطلع على السطح في المسام اللي موجوده على سطح البشره، لو ما اتنضفتش كويس وعملنا روتين صحيح
صحيح للعناب بشرتنا هتسد المسام وتتراكم الدهون فوق بعضيها، مع الاكسديشن اللي بيحصل بواسطة الاكسجين الموجود في الجو هيكون لنا عندنا الرؤوس السوداء دي. اذا الرؤوس السوداء ما بتختفيش تماما، هي موجودة بس بالعناية باستخدام الروتين الصحيح للبشرة والعناية الصحيحة بالبشرة بتقل، عدد ظهورها بيقل. طبعا من الضروري ان انا استخدم السكراب بتاعي في الاسبوع، اصحاب البشرة الدهنية والمختلطة يستخدموه مرتين في الاسبوع، واصحاب البشرة الجافة واصحاب البشرة العادية يستخدموه مرة في الاسبوع. السكراب مهم جدا، بيساعد في التخلص من طبقات الجلد الميتة، بالتالي بيقلل من تراكم الدهون في المسامات، وبالتالي بيقلل من ظهور الرؤوس السوداء. ايه رأيك في التول ديت اللي هي الاداة الستانلس ستيل ديت في ازالة الرؤوس السوداء؟ الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي حذرت جدا من استخدام الاداة دي في البيت. ليه؟ لان احنا ما عندناش الخبرة زيادة ان احنا ازاي نستخدم الاداة دي في ازالة الرؤوس، وبالتالي لما بستخدمها انا غلط هيحصل عندي ندبات، هيحصل عندي ان انا لما اوقع الراس السوداء دي وتسيب مكانها مكان واسع اللي هي مكان المسام الواسعة هيكون مفتوح، هيكون عرضة للبكتيريا الانفكشن او للعدوى البكتيرية، وبالتالي انا هنا هكون عرضة لحب الشباب. اذا امريكان اكاديمي اوف درماتولوجي حذرتنا خالص من الاداة دي ونصحتنا ان احنا يا ريت نروح للاماكن المختصة لتنظيف البشرة في العيادات الجلدية، وقالت لنا يا ريت بلاش نستخدمها في البيت لان هيحصل عندنا ندبات وسكارز وهيحصل عندنا حب شباب. كمان في سؤال بيتسأل لي كتير عن استخدام الفازلين في ازالة الرؤوس السوداء، انتشرت كتير الايام الاخيرة على النت وصفات كده يقول لك ايه، هاتي شوية فازلين ودهنيهم على المنطقة اللي فيها الرؤوس السوداء وحطي فوقيها بلاستيك فيلم وسيبيهم شوية وبعد كده تعالي واغسلي بفرشة هتلاقي الرؤوس السوداء تنزل. لا طبعا، لا طبعا، ده اكبر غلط. طب ازاي انا اجيب مادة دهنية واسد بيها المسام اكتر ما هي مسدودة؟ انا الفازلين ده مادة دهنية، مادة قوامها تقيل جدا، حتى قوامها اتقل من الكريم، اروح حاطاها انا على المسام سد المسام اكتر ما هي مسدودة؟ بالعكس، انا كده بزود الحالة، اخلي الحالة عندي اسوأ ما بعالجش. ممنوع منعا باتا طبعا استخدام الفازلين. الفيديو بتاعنا النهاردة ده ممنوع منعا باتا استخدام المعجون، المعجون هيؤدي لحروق. ممنوع استخدام الاداة الستانلس ستيل في البيت، هتؤدي لظهور ندبات وحب شباب. ممنوع استخدام الفازلين، الفازلين هيخلي المنطقة مليانة دهون وبالتالي يؤدي لظهور رؤوس سوداء اكتر واكتر. طيب اخر سؤال بقى على طول بيجيني، ازاي انتي بتحافظي على بشرتك من الرؤوس السوداء؟ عادي طبيعي، كلنا عندنا رؤوس سوداء، انا بشرتي بشره مختلطه، المنطقه دي عندي مدهننه وبيظهر فيها رؤوس سوداء، بس انا ما بديش فرصه للرؤوس السوداء ان هي تظهر. ازاي؟ بستخدم الغسول المخصص لبشرتي، انا بشره مختلطه مائله للجفاف، بستخدم الغسول المخصص لبشرتي مرتين الصبح وقبل ما انام. انا بستخدم الغسولين دولت لبشرتي ممتازين جدا، للروش بوزي افا كلار وفيتشي نورما ديرم فايتو سوليوشن، الاثنين دولت لاصحاب البشرة الدهنية والمختلطة ممتازين جدا، باخد منهم بامب او اتنين بحطه على ايدي وبشرتي تبقى مبلولة، واتكة على الاماكن اللي فيها الرؤوس السوداء، افضل اتكة او احرك ايدي في حركة دائرية كده، هتلاحظي تحسن كبير، هتلاقي الرؤوس السوداء بتقع في ايديكي، ممتازين جدا. طيب لازم زي ما انا قلتلكوا استخدم مع الغسول سكراب، لازم اعمل سكراب مره او مرتين في الاسبوع، مهم جدا. السكراب اللي انا بستخدمه مره في الاسبوع اللي هو جارنييه 3 في 1، حلو جدا ومرتاح عليه. طبعا السكراب طبعا زي ما قلت لكم بيقشر طبقات الجلد الميته وبيغسل المسام من الدهون الزياده وبيقلل من ظهور الرؤوس السوداء. مهم جدا ان انا استخدم مزيل ميك اب مناسب لبشرتي عشان ازيل كل بقايا الميك اب من بشرتي، وبالتالي المسام عندي ما تتسدش وبالتالي ما يحصلش عندي رؤوس سوداء. انا بستخدم بايوديرما ميسلر، ممتاز جدا في ازالة الميك اب عشان ما يخليش عندي اي بقايا في المسام اللي تخلي المسام عندي تسد ويظهر عندي رؤوس السوداء. كمان مهم جدا بعد ما غسلت بشرتي بالغسول المخصص ليها وعملت سكراب وطبعا ازلت الميك اب، مهم جدا ان انا المسام هنا مفتوحة اقفلها بالتونر. انا بستخدم مية الورد، مية الورد في ان انا اقفل المسام عندي. اي تونر هتستخدميه هيبقى ممتاز جدا ان انت لازم تقفلي المسام بعد ما فتحتيها بواسطة الغسول والسكراب، مهم جدا تقفلي المسام عشان ما تبقاش عرضة للبكتيريا. ممنوع منعا باتا استخدام المعجون في ازالة الرؤوس السوداء، ممنوع منعا باتا. ممنوع منعا باتا استخدام الاداة الستيل ستيل ديت في ازالة الرؤوس السوداء، ممنوع منعا باتا استخدام الفازلين
مبينين على بشرتنا. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده عن كل ما يسأل حول الرؤوس السوداء. كان معاكم صيدلانية مرهم محمود. يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصل كل جديد ليكم بإذن الله، وتعملوا شير عشان الكل يستفيد، وتحطوا لايك بليز لايك. دمتم سالمين.